مشاهدينا على ما يبدو سنتجه هذه صور بدء الاحتجاجات أو استمرار هذه الاحتجاجات في يوم جديد ضد قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة الفرنسية. إذن مشاهدينا كانت هذه الاحتجاجات وصفت بأنها أكبر احتجاجات شهدتها عاصمة النور فرنسا وباريس تحديدا، وكانت هناك مشاركات أو تخوفات من عدد من الجماعات المتطرفة على غرار السترات الصفر التي تشارك في هذه الاحتجاجات. وكان هناك مشاهدين إضرابات لعدد من المطارات وعدد من الأنشطة الاقتصادية، تم الإضراب بشكل عام احتجاجا على قانون لرفع سن التقاعد، ولكن حتى الآن لم تأتي أي استجابة من الحكومة الفرنسية بأنها قد تعدل عن هذا الإجراء أم ستستمر فيه بالرغم من كل هذه الاحتجاجات. سنحاول أن نسلط الضوء إن استحدثت الأمور أو استجدت الأمور بشكل يعني يستوجب منا التغطية بشكل مستمر. إذن مشاهدينا هذه صور من فرنسا لبدء موجة جديدة من الاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد، وكانت هذه الاحتجاجات استمرت على مدار الأيام الماضية. أيضا سجلت إضرابات في عدد من المطارات الداخلية وعدد من العمال أضربوا بسبب قانون رفع سن التقاعد، وكانت هناك يعني بعض الجهات الأمنية ألقت القبض على بعض المتطرفين المشاركين في هذه الاحتجاجات، وكانت هناك خشية من أن تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه خصوصا بعد نزول السترات الصفر في هذه الاحتجاجات التي وصفت بأنها الاحتجاجات الكبيرة في التاريخ الفرنسي حتى هذا القرن. وعلى ما يبدو هنا أخبار عاجلة تتحدث عن اشتباكات بين الشرطة والمحتجين إثر تجدد هذه الاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد. وكما نشاهد هذه الصور مباشرة مشاهدينا من مناطق مختلفة من فرنسا، على ما يبدو هناك غاز في انتشار للغاز. كانت هناك أيضا الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة جموع وحشود كبيرة من المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس. وسنحاول أن نسلط الضوء كما ذكرنا إن استمرت هذه الاحتجاجات، ربما يكون لنا وقفة مع أحد مراسلينا لمعرفة تطورات الأوضاع على الأرض.